إلى ما تبقى من جولتنا الإخبارية، حيث نظم العشرات من أصحاب المعاشات والتأمينات الاجتماعية وقفة احتجاجية أمام هيئة المعاشات، وذلك احتجاجا على المادة 19 من القانون 130 بخصوص المعاش المبكر، ومطالبين بزيادة المعاش. ورفع المتظاهرون لافتات إسقاط القانون 130 وصور للمشير عبد الفتاح السيسي. واتهم البدري فرغلي رئيس الاتحاد العام لأصحاب المعاشات محمد البرعي وزير التضامن الاجتماعي بإهدار أموال الفقراء من أصحاب المعاشات، مشيرا إلى أنه يعادي بذلك 9 مليون من الفقراء وأهلهم ويحثهم على ثورة جديدة. تعرضنا لحملة تنكيل وتضليل، إحنا بنعيش أسوأ أيام حياتنا. أنا عايز أقول للشعب المصري، أصحاب المعاشات والمؤمن عليهم بيمتلكوا مئات المليارات، إحنا عايزين فوائد أموالنا، فوائد أموالنا تكفي لحياة كريمة. وبقول أيضا على الملايين من أصحاب المعاشات لا يتعاملوا مع هذا الوزير، هذا الوزير بنطلب من رئيس الجمهورية إقالته أو إسقاطه، لأنه عبس بينا وبكرامتنا، يرفض أن نقول حق، نقول مواطنين، حتى حق المواطنة بينزعوا مننا.